من العاصمة الفرنسية باريس دكتور ناصر زهير الباحث في الشأن الدولي والاقتصاد السياسي. أهلا بك يا دكتور زهير. أولا يعني هذه التصريحات لولي العهد السعودي تقريبا في الذكرى الأولى مع مرور عام على مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول، هل هي بالفعل تصريحات لافتة طالما أنه يتحمل المسؤولية لكونه قائدا في البلاد كما ذكر؟ أعتقد بأن هذه التصريحات هي لافتة اليوم فيها جديد عما تم التصريح فيه سابقا بأن ولي العهد قال بأنه يتحمل هذه المسؤولية كونه قائد في المملكة العربية السعودية، بالتالي ربما يكون هناك جديد نوعا ما بأنه أخذ هذا البعد بشكل شخصي وأنه يتحمل مسؤولية متابعة الجنات أو محاكمتهم. أيضا لدى سؤاله إذا ما كان هو من أصدر أمر القتل أم لا، قال لا ولكن أنا أتحمل مسؤولية كوني قائد وكون هؤلاء الأشخاص يعملون مع الحكومة السعودية. ربما قد نشهد تسريع في المحاكمات، تسريع في كشف الخيوط الرئيسية لهذه الجريمة، من الذي نفذها، كيف تمت، من الذي أصدر الأوامر في الفترة القادمة، ربما يكون ذلك. ولكن بالمجمل لم يكن هناك جديد بالشكل الفعلي حول هذه القضية. طيب فيما يتعلق بالمحاكمة يعني بحد ذاتها، هذه التصريحات ماذا ستضيف إليها؟ ذكرت مسألة تسريع الإجراءات المحاكمة، هل كان يعني محمد بن سلمان ينتظر لأن يصرح هو عن مسؤوليته أو تحمله المسؤولية بشكل أو بآخر لتسرع عملية المحاكمة؟ لا أعتقد بأنه تسريع فقط من أجل تصريحات ولي العهد، بل يمكن أن نقول بأن القضية اتجهت الآن ووصلت الآن إلى نقطة يمكن تسريع فيها جلسات المحاكمة. كان في البداية هناك تحقيقات، كان هناك في كشف لبعض الملابسات، تبادل رسائل ما بين الاستخبارات التركية والسعودية، كان هناك إخفاء معلومات بين الطرفين، يعني كانت هناك كثير من المشاكل في التحقيقات. قد تكون الآن الصورة أصبحت واضحة وأصبح الأمر جاهز لي المحاكمات وإعلان النتائج بشكل أسرع، ربما يكون ذلك. طب دكتور ناصر، على الصعيد الدولي هل يعني هذه التصريحات ستخفف من وطأة الاتهامات الدولية وربما يعني اتهامات من جانب بعض الجهات والمؤسسات الحقوقية أم ستزيدها؟ لا أعتقد بأنها ستخفف أو ستزيد. قضية خاشقجي أخذت بعد سياسي، لأن من يريد أن يتهم قادة المملكة العربية السعودية بشكل مباشر اتهمهم، ومن يريد أن ينتظر التحقيقات ينتظر التحقيقات. يعني إذا ما نظرنا إلى المواقف العالمية، هناك تباين في المواقف الدولية ما بين من يقول يجب أن ننتظر التحقيقات، ما بين من ينفي، ما بين من يشير إلى أصابع الاتهام. بالتالي يعني قضية خاشقجي دخلت فيها العداوات السياسية للمملكة ولم تكن فقط من أجل هذه القضية. بالتالي أعتقد بأن هذه التصريحات لن تغير الكثير، ربما يكون بعد نتائج التحقيقات إذا ما كانت ستكون هذه النتائج تكشف بشكل مفصل من هم الجنات، ما كيف تمت العملية، ربما يكون هناك تغيير في المواقف الدولية. ولكن طيب الموقف التركي مثلا لو تحدثنا عنه، هل هو تصريحات للاستهلاك الإعلامي، خاصة أن الرئيس أردوغان ركز في الأيام الأخيرة على مثل هذه التصريحات سواء كان في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من خلال المقال الذي نشره في الصحيفة؟ التصريحات التركية هي تعتبر بأن هذه الجريمة وقعت على أرضها، وبالتالي هي تنتظر من السعودية كشف الملابسات. يعني أردوغان، الرئيس أردوغان لم يشير ولا مرة بشكل مباشر إلى الملك السعودي أو ولي العهد، وقال بأنهم وعدوه بأن التحقيقات ستستمر ولكن لم يفعلوا شيئا أو لم تفعل السلطات السعودية شيئا. ونحن نعرف يعني واقعيا بأن المناكفات بين السعودية وتركيا هي ليست فقط من أجل قضية خاشقجي، هناك الكثير من القضايا، هناك موضوع دعم الإخوان المسلمين، هناك موضوع مصر، هناك مواضيع كثيرة هي نقطة خلاف بينهم. بالتالي قضية خاشقجي هي من ضمن هذه الملفات، ولكن يعني يمكن أن نقول بأنها فقط تصريحات يعني مناكفات متبادلة بين الطرفين. أشكرك جزيل الشكر دكتور ناصر زهير الباحث في الشأن الدولي والاقتصاد السياسي.